بالعودة إلى الإطارات السلكية، في تخطيط الهاتف أردنا أن يكون عنصر توداي أكبر قليلاً، لكن على الأجهزة اللوحية نريد أن يبدو كغيره من العناصر الأخرى. للقيام بذلك بأسلوب نيو فيو لمحاولة التوقعات، يجب إعادة التخطيط إلى ليست آيتم فوركاست وليس إلى تخطيط توداي. ثم في أسلوب بايند فيو بالنسبة لعنصر توداي، يجب أن نستخدم الرمز الرمادي بدلاً من الرمز الملون. يتم التحكم في هذه القرارات عن طريق قيمة الإرجاع في أسلوب Get Item View Type، لذا نعدل أسلوب Get Item View Type بحيث عند موضع صفر إذا استخدمنا تخطيطا مميزا لليوم، عندئذ نعود إلى View Type Today. إذا لم نستخدم تخطيطا مميزا لليوم، نعود إلى نوع طريقة العرض لجميع الأيام القديمة. يتم التحكم في هذا المتغير المنطقي من خلال أسلوب المعد. للوصول للمتغير المنطقي أنشأنا أسلوب معد عام على محول التوقعات. يعلم النشاط الرئيسي هل تكون واجهة المستخدم ذات جزء واحد أو جزئين، لذا يمكن أن يقرر هل يجب أن نستخدم التخطيط اليوم الخاص أم لا. يمكننا الوصول إلى محول التوقعات هنا، لكن يمكننا توصيل القيم من خلال Forecast Fragment. للوصول إليه يمكن طلبه من Fragment Manager وتمريره لمعرف الجزء. أنهي تغيير التعليمات البرمجية ليبدو التطبيق هكذا.